بالنسبة للفريق الوطني المغربي نقدر نقول لك عنده حظوظ كبيرة باش ينتصر في هذه المقابلة، وكاين عامل ديال الأرض والجمهور ينتصروا بسهولة. احنا تايقين في المنتخب ديالنا، باين الرباح مضمون، ماشي هذا الماتش هذا ان شاء الله المغرب غادي يفرجونا ان شاء الله يربح المغرب وتخسر الفرقه الاخرى. التوقعات ديالي المنتخب غادي يربح 2-0 ان شاء الله، يربح ماتش سهل زعما يربحوا بشي 3 ان شاء الله. جزر القمر فرقه ماشي قويه، كنظن يربحوا ب 3-0.